نعم، هنا الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها كما كانت عليه قبيل الانفجارات الثلاثة، وتلاها انفجار رابع أمس. كانت هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية، وكانت هي الأقرب حتى هنا في محيط المدينة. وهذا الأمر دفع طبعا السلطات إلى الطلب من الناس بضرورة توخي الحذر والذهاب إلى الملاجئ. منذ صباح اليوم بدأت الحركة تدريجيا، والآن يمكن القول أن الحركة عادت إلى المدينة بشكل طبيعي كما كانت عليه. الازدحام كما تشاهد خلفي السيارات، وكذلك حركة المشاة عادت إلى طبيعتها. طبعا وفقا للمسؤولين هنا، فقد استمر رجال الإطفاء لنحو 14 ساعة من العمل المتواصل بعد هذه الانفجارات التي استهدفت خزانات للوقود تبعد عن هنا حوالي 3 كيلومتر فقط، واشتعلت فيها النيران، وكانت هناك كثافة من الدخان التي بقيت حتى ساعات متأخرة من الليل. وظل رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على وإطفاء هذه النيران، حتى نجحوا طبعا وفقا لعمدة مدينة لفيف، نجحوا صباح اليوم في السيطرة على هذه النيران وبدأت الحياة. القلق كان يسيطر على الناس كثيرا، خصوصا أن هذه المدينة هي مدينة مكتظة بالنازحين والمواطنين من عدة مدن أوكرانية. وعندما تحدثت مع بعض الناس قالوا لي أنها الملاذ الآمن لهم في أوكرانيا، بمعنى أنها لو تعرضت هذه المنطقة لهذه الهجمات بشكل متكرر، هذا الأمر قد يدفع كثيرين للتفكير باللجوء إلى طبعا دول الاتحاد الأوروبي. وهؤلاء طبعا يقولون أنهم يفضلون البقاء هنا على أن يلجأوا إلى دول خارج أوكرانيا. نعم عمر، تصريحات لافتة لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس حول العقوبات وأمكانية رفعها عن روسيا، وأيضا ربما المعلومات التي تحدثت بها وزارة الخارجية عن تشكيل فريق مفاوض، فريق دعم للفريق المفاوض الأوكراني. نعم أحمد، وزيرة الخارجية البريطانية كانت تتحدث اليوم وتقول أن هذه العقوبات، وبالمناسبة هذا ليس يعني استثناء أو أمرا غريبا، العقوبات لن تبقى إلى الأبد. هذه العقوبات قالت الوزيرة اليوم أنها من شروط رفعها أن تنسحب روسيا من أوكرانيا، وأيضا أن تتعهد روسيا بعدم غزو أوكرانيا مرة أخرى أو احتلال دولة أوروبية أخرى في المستقبل، وعندها سوف ترفع هذه العقوبات عن روسيا. الأموال المجمدة يصل قيمتها إلى الآن إلى أكثر من نصف أو 500 مليار جنيه استرليني، تعود ل كيانات وأفراد ورجال أعمال ومؤسسات روسية وبعضها بيلاروسي، باعتبار بيلاروسيا أيضا من أبرز الداعمين لموسكو وفق ما تقوله بريطانيا، بالتالي فرضت هذه العقوبات. الموضوع الآخر موضوع الوفد التفاوضي، بريطانيا تقول إنها جاهزة للتعاون إذا رغبت أوكرانيا في هذا الملف، هي جاهزة لتقديم الخبرات التفاوضية من خلال طاقم بريطاني محنك في التفاوض، يستطيع أن يساعد الأوكرانيين ولكن لن يكون معهم موجود على طاولة الحوار إذا ما تم هذا الحوار، ولكن ذلك يحتاج إلى جدية روسية تراها وزارة الخارجية البريطانية مفقودة من قبل الروس، وترى أن ما تم من عمليات تفاوضية سابقة على مدار الأيام الماضية بين الوفد الروسي المفاوض ووفد الأوكرانيا المفاوض هو ستارة يعني تتخبأ من خلفها روسيا بآلتها العسكرية ولتكسب الوقت وتزيد من أعمالها الإجرامية في أوكرانيا، كما تقول وزارة الخارجية البريطانية. نعم باسل، في بروكسل آخر التصريحات والمواقف الأوروبية من الأزمة الأوكرانية، وهل من ردود فعل على ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس في الحديقة الملكية أو القلعة الملكية في وارسو؟
نعم، تتواصل مطالبات الرئيس الأوكراني زيلينسكي في كل رسائله وفق ما أفادت الوكالة الرسمية الأوكرانية في رسالة مصورة، بأنه يود الحصول ولو على 1% من طائرات أو دبابات أو مقاتلات حلف الناتو، ومتهما في نفس الوقت أن الشركاء الغربيين مترددين في تزويد كييف بالأسلحة، مؤكدا أن هذه ليست مطالب الأوكرانيين بقدر ما هي مطالب أغلبية كبيرة من سكان أوروبا. لكن في ردود واستجابة الفعل الأوروبية، قال الأمين العام للحلف حلف الناتو ستولتنبرغ بأن الولايات المتحدة والحلف وحتى بريطانيا تواصل امداد أوكرانيا بمعدات حماية من الخطر النووي أو البيولوجي أو الكيميائي، وأيضا هذا يأتي ضمن حماية قوات حلف الناتو في الجهة الشرقية. لكن وفق خبراء ومتابعين قالوا إن الدول العظمى اليوم بدأت تتفادى الصدمات المباشرة، بمعنى أن هناك حربا بالوكالة كما قالوا، أي أن بريطانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو يقدمون مساعدات ومعدات عسكرية ولا يقدمون قوات عسكرية أو يرسلون قوات عسكرية إلى أوكرانيا. وأيضا وفق القائد السابق واللواء السابق في العمليات الخاصة الأمريكية في أوروبا مارك يابس، قال بأن الوقت الكافي لإرسال معدات وأسلحة إلى أوكرانيا قد انتهى، المطلوب الآن سرعة قبل أن يقوم الجانب الروسي باستهداف الطرق والممرات التي سيتم تزويد بها الأسلحة بأوكرانيا. أيضا سيتم العمل على إرسال معدات أكثر، كما قالت الولايات المتحدة بأنها أرسلت حوالي 17,000 قطعة من السلاح المضاد للطائرات والدبابات. أيضا خلال حديث بين مسؤولين في حلف الناتو مع مسؤولين عسكريين أوكرانيين، قالوا إن الأسلحة، أسلحة حلف الناتو أو الأسلحة الأمريكية، تحدث فرقا كبيرا في ساحة المعركة، وهو ما أكده البنتاغون بالأمس بأن هذه تفاجأنا من أن هناك إبطاء كبير في وقت أو آخر للقوات الروسية التي تسيطر على محاور كبيرة في البلاد الأوكرانية.